السلام عليكم متابعي قناة أم جاد، البنات المتابعين ديالي كاملين، عواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم العيد باش كتمناو بالصحيحة والسلامة وشي رزيق، والله يشافي جميع مرضى المسلمين يا رب ويرحم الموتى المسلمين أجمعين. اليوم إن شاء الله بغيت في هذا الفيديو غنشارك معكم واحد الخريجة بسيطة درناها خفيفة للبيسين دينا وليداتنا من بعد الروتين ديال القراية، خاصنا مرة مرة نخرجوهم، ونشارك معكم واحد الكيكه بسيطه يوميه عاديه كنديرها مع جاتنا هذه الخرجه على غفله غير بالزربه درتها خديتها معايا وديناها للبيسين. وقلت نشارك معكم هذا الفيديو هذه الخريجه بعض اللقطات منها، كنتمنى يعجبكم الفيديو وتقبلوا على الفيديوهات ديالي اللي كنشاركها معكم البسيطه. دابا نبداو بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غنحضر معكم البنات كما قلت لكم كيكة عادية يومية كنديرها دائما بسيطة. كنحتاج لها عندي كاس ديال الزيت، طحين على حسب الخليط، كاس ما عمرش ديال سنيدة، كاس نتاع الحليب، ثلاثة ديال البيضات، وعندي واحد المعلقة كبيرة عامرة نتاع الكاكاو بودرة، وعندي وحدة ساشية فاني، وجوج خمارات حمر. صافي غادي نديرها. أول حاجة غادي ندير البيض، راكم عارفين عادي غادي ندير كيكة عادية البنات. المهم أنا معليش قلت بلا ما نطول عليكم الفيديو بزاف، بسم الله ان تبارك الله كلشي راه كيعرف يديرها، مسكوته عاديه. خفقت البنات البيض مزيان مع سنيده مع فانيا ومع قبيصه ديال الملح، نسيت ما ذكرتهاش في الاول الملح، ومعلقه ديال الخل ما ذكرتهمش. دابا غادي نضيف الحليب وغادي نضيف الزيت وغادي واحد شويه نخفقهم مزيان، وغادي نبقى نضيف الطحين على حسب الخليط والخماره حمراء، ومن بعد نقسم الخليط غادي ندير نخلي واحد ربع ديال الخليط غادي ندير فيه ديك الكاكاو المره. كتعرفوا الوليدات كيبغيو الشكلاط بزاف وضروري خصني نديرها لهم نديرهم فيها الشكلاط لداخل. المهم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كما قلت لكم، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف، ونضيف حتى معلقه ديال الخل مزيان الخليط. المهم راكم عارفين القوام ديال الكيك، الخليط نص الكثير ديال الخليط، وضعته من بعد ما دهنت المول بالزبده ورشيته بالطحين. المهم راكم عارفين هذه العمليه، وضعت الخليط النص الكبير درته في المول، وخليت غير واحد شويه ديال الخليط ماشي بزاف، انتما ديال الكميه، وضعت فيها معلقه ديال كبيره ديال الكاكاو. ضروري خصني انا ولادي ضروري خصني ندير لهم الكيك فيه الشكلاط، كتعرفوا الوليدات ضروري خاصهم الشكلاط، اي حاجه فيها الشكلاط كيموتوا عليها. دابا غادي نبقى هكا نوضع بهذا غير هكذا. هذه هي الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران، ذوبت 6 طرف ديال الشكلاط ديال 4 دريال، وضفت له طاس ديال دانيت ومزجته مزيان. صافي ودهنتها من الفوق وضفت عليها غير الشكلاط الفيرميسي الكحل، ملي كيكون عندي الملون كندير الملون، اولا بعد الخطره غير بالكوك، ولا نخليها غير عاديه. وهذا هو الغداء ديالنا هذا النهار، قلت نشارك معكم شنو درت في هذا النهار. درت هذاك الطبق في الفران بالدجاج وبطاطا، راه عندي في البدايه فاش فتحت القناه راني دايره صراحه كيجي لذيذ لذيذ زوين، وخصوصا ملي كيكون الانسان هكا كتكوني مزروبه ساهل كترديه وتدخليه للفران وانت كتمشي تخدمي شغلك. ورافقت مع هذيك الفلفله طايبه كما قلت لكم، درت كل شيء بالزربه الغداء، وهاد الكيكه مع الخرجه جات على غفله. كنتمنى تعجبكم الكيكه بسيطه، ومهم سمو درت في هذا النهار غير قلت نشارك معكم نهاري. هذه هي الكيكه كتجي من الداخل زوينه، وغير قبلوا عليا راها بالزربه حتى هي درتها، ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي من الداخل. ودابا غادي نخليكم مع بعض اللقطات في الطريق هكذا ملي كنا غادي لابيسين، ولقطات في لابيسين. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، بغيت نخرجكم شويه من الروتين ديال الدار.
وبسلامة عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.